شباب على الدوام. سي المختار شكون تطلب منه السماح اذا فما حد ما نحرجكش؟ انا خدمتي انا فما تجي تصير 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 حد هكا قعد في بالك نجم تطلب منه؟ قعد في بالي لاعب خلوق، لاعب متربي، لاعب ولد عائلة، لاعب لكن ولاد الحلال اللي حاولوا هو هما كانوا عليه وهما كانوا السبب باش انا خذيت الموقف. اللي هو الموقف شنو؟ اللي هو خرجته من الترجي الرياضي التونسي. خرجته من الترجي. عندك الجرأة باش تقول اسم اللاعب؟ اي بالطبع. كتبتها في الكتاب انا. صح. في كتابي كتبتها. طلعت خمسة من لاعبية فما كتبت اللي طردتهم وفي الاخر فتنت اللي ظلمتهم. وطلبت منهم السماح. فما واحد برك ما كتبتش عليه اللي هو كيف انا كنت سبب باش خرج من الترجي اللي هو عبد الكريم بوشوشه. عبد الكريم بوشوشه صاحبي ياسر، صاحبي ياسر، صاحبي ياسر، مشى معايا للسعوديه، مشى معايا للباجة، مشى معايا برشا بقايا، خدم معايا، سيتي مون كونسيي، مون كولابوراتور، مون امي، تو سكو فولي. نطلب منه السماح خاطر ما طلبتش منه في الكتاب، في الكتاب ما طلبتش. اليوم اللي في السهريه في ليله العيد وبارك الله فيك انت اللي الفيغول اللي عملتها، البارونتيز اللي عملتها باش الناس تفهم اللي في الدنيا موت. في الدنيا موت. برافو، خليك رستم وسي مختار تعايدوا على اقرب الناس لكم لانه الجزء هذا وفاء باش نودعكم الاثنين مختار ورستم. يلا. انا نقول للامه الاسلاميه الكل ان شاء الله كل عام هما حيين بخير، وللعائله الكبيره نتاع رستم، والعائله المصغره المتمثله في زوجتي واولادي وامي وبابا واخوتي. برافو رستم. سي مختار كف والله ما نحبش نسهرك يا رستم. لا لا بالعكس، لا نسهر ماضي ثلاثة نرقد يرقد لا في الشتاء وفي الصيف في كل وقت ماضي ثلاثة كل وقت لما الاخبار كلها توفى لما الافلام الكل توفى كلها ويرقد الناس الكل باش مختار يمشي ونقوم الثمانية متاع الصباح. برافو برافو والله والله برافو. انا عائلتي اول حاجة سيدونا سيدة الله يفضلها. عيدك مبروك سيدة، عيدك مبروك. عايشك عايشك. طبعا عناية اللي هما سهاء بنتك، سهاء بنتي، ولدها يوسف، وراجلها كمان راجلها انسان طيب ياسر، ولد عائله كبيره ويحبني ويقدرني الى ابعد الحدود. ثم اولادي مشعل مولود في مكه ومهدي هذوما واحد 52 سنه والاخ ها مهدي في المهديه مولود. لا مهدي مولود في الكرم. ايه. مشعل مولود في مكة، سهاء مولودة في مكة. هذوما يعني نطلب منهم السماح ونقول لهم عيدكم مبروك وألف مبروك إن شاء الله في الدنيا الجاية. يا ربي إن شاء الله، ربي يطول في عمرك وربي يخليك. أعطيني الليلة عيد، خليني نبوس الكابو وبهلال. الليلة عيد، يلا كابو تسلم عليك ونخليك بخير يا كابو. ربي يفضلك. ربي يعطيك الصحة، ربي يخليك. عملنا البارتي الباهية، كل البارتي الباهية عملناها رستم. كل عام وانت حي بخير، ربي يفضلكم ولا لنا لقاءات بالطبيعة. يا ربي يخليكم. مشكورين. تحية كبيرة رستم هلال الكابو مختار الجليلي في ليلة العيد المباركة على قناة التلفزة تي في. ان شاء الله ربي يطول في عمره مختار الكابو طبعا ورستم ايضا يعطيهم الصحة. شكرا لكم. برافو برافو. طبعا الليلة عيد، تتواصل السهرية بعد الفاصل. راجعين في الجزء الثاني من سهرية العيد. عيدكم مبروك، كل عام والشعب التونسي حي بألف خير وسعادة، وإن شاء الله يا ربي تونس من حسن الأحسن، ربي يفرج علينا الغمة. ومن غير ما ننسي وأكيد الشعب الفلسطيني، كل عام والشعب الفلسطيني حي بخير، وإن شاء الله يا ربي معجزة من معجزات الله تتحقق ويتحرر الشعب الفلسطيني، وإن شاء الله نشوفكم بألف خير وعيد مبارك إن شاء الله على الأمة الأسلامية جمعة. عيدكم مبروك، ممثلة كوثر بالحاج. الليلة عيد، الليلة عيد، الليلة
عدنا بعد الفاصل. نحب نحكي على الطب بالأعشاب. تعرفوا اللي الطب بالأعشاب ظاهرة عالمية مش تونسية، والطب بالأعشاب بدا مع بداية الإنسان. ما كانش فما طب كيميائي، كان فما طب الأعشاب، ولليوم هذا الطب عاد بقوة. ولعل أشهر امرأة تعالج بالأعشاب في تونس منذ تقريبا 40 سنة، سواء في تونس أو خارج تونس تقريبا ولا أكثر، هي الحاجة حبيبة. نحب نرحب بالحاجة حبيبة في السهرية. مرحبا بك حاجة. مرحبا بك. أنا قلت 40 سنة، والحقيقة قديش؟ 35 كاكا. 35 سنة تقريبا. 35 في علاج بطب الأعشاب هذا. نعالج بالطب البدوي في تونس وخارج تونس. شنو البلدان؟ كل بلايس، في كل بقعة، في كل بلاصة وين نمشي نعالج. وين مشيت مثلا؟ وين عالجت حاجة؟ عالجت في فرنسا السعكية، وبعد تالي في ألمانيا، وبعد تالي في إيطاليا، في بلجيكا، في حتى مشيت حتى لأمريكا دوي. حتى لأمريكا. تعتبر روحك حاجة أنت أول مرأة في تونس تعالج بالأعشاب؟ أول مرأة اللي بديت أنا بالأعشاب، أول مرأة وأول مشهورة في العالم. يعني كي طلعت أنت وأنت صغيرة في الوقت ذاك من الأول ما فماش مرأة أخرى؟ لا، كان هناي. كان الحاجة حبيبة. كان أنا، ومن اللي بديت التلفزة وبدت تقوى أنا معها. أي واضح. سؤال، شو اللي تعالجوا الحاجة حبيبة؟ تو تفرجوا فينا يقول لك شو تعالج الحاجة حبيبة؟ نعالج الكونسير، نعالج يعني مرض السرطان، عافانا وعافاكم الله، اللي هو المرض الصعيب. أي كان الشلة اللي ما عادش فيها ذاك، نقول لك بالطبيعة ذاك ما بقاها نعالج كي يبدأ صحيح وما زال شوي، وخصوصا نعالج. في أوله، في أوله نعالج بدايته، يعني إمكانية العلاج تكون كبيرة برشا. كل نعالج والله العظيم، وستين حزب يا كل شي اللي ما عادش فيه، أما بقيه دوية العالم. يعني تعطيه دواء على كل شيء. واضح. المرض ذاك تعطيه دواء حاجة نعطيه. كله أعشاب؟ كل أعشاب، وما ندويش بأي حاجة زايدة. عندي كان الأعشاب وعندي دواء بالأعشاب. فما نجاحات في مجال السرطان نحكي في المرض هذا؟ فما برشا، وفما برشا، فما برشا برين برشا، وفما اللي ما عادش فيه ما ذاك حاجة أخرى. أي ذاك عاد ربي حب ذيك. ما أنا دويت. تبقى العلاج اللي ياخذه في الوقت المناسب ويجيك في الوقت المناسب، إمكانية العلاج تكون كبيرة.